بحقق مولود الأسد بالأسبوع الأخير من شهر حزيران جون يونيو 2022. يا عزيزي بتحقق أمل بين الأربعة 22 والخميس 23، يعني بتبلش الأسبوع بإيجابية مطلقة وبتحقق أمل بعد أسبوع كان شوي دقيق وقاسي عليك، بس في شرط تحافظ على تكتم وتواضع وما تتباهى بنجاحك وما تشمت بحدا. حلو الإنسان ينجح بكبر، يعني بينجح وما بيلتفت لورا ولا بيطلع إلى من خسر، لا بل يمكن يسلم عليه ويقول له إن شاء الله بوقت تاني يكون عندك حظ أفضل، بس بدون سخرية مش هيك؟ حاذر من فشل أو انقلاب أو توتر بين الجمعة 24 والسبت 25. بدك تقلي ما لحقت تخبريني شي حلو حتى رجعنا بدنا نحاذر، هيك بتصير مع الأفلاك وبدنا ننتبه. المهم أنك تعرف أمتين تكون منطلق وأمتين تكون متحفظ. ما تغامر الجمعة والسبت 24 و25 خاصة بمجالات مجهولة منك. الإنسان عدو ما يجهل، فكون عدو لكل مكان تجهله. بتناقش عمل مجدي بين الأحد 26 والثلاثة 28، هالفترة بتحمل خطوة استثنائية وواعدة لأنه في عندك فينوس بالحمل مع جوبيتر ومارس بالجوزاء، بيحاكوا كمان مثل ما قلنا بعض الأفلاك الأخرى، يعني تفاؤل كبير ونجاح وأداء ممتاز و واثق من نفسك، بتكون بتجذب الكثيرين ويمكن تجذب انت كمان الارباح. بهالوقت تقطف ثمار جهود سابقة، تعبت بالسابق واليوم تقطف هالجهود بتحصل على مكافآت معنوية ومادية، او يمكن يتوج عمل لإلك او تألق يتوج عمل لإلك، او ربما منصب، أو يمكن تسوية لمشكلة بترضي كل الأطراف وبترتاح، بيرتاح البال. ما في أهم من راحة البال.